السلام عليكم. حريق داخل حديقة الحيوان بالجيزة مصدر أمني يكشف الكواليس كشف مصدر أمني تفاصيل اندلاع حريق داخل حديقة الحيوان بالجيزة مساء الاثنين. قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إختارا من غرفة عمليات النجدة بتصاعد دخنة بشارع الجامعة أمام مدرسة السعيدية. أضاف المصدر شرطة الذي رفض نشر اسمه أن سيارات الدفاع المدني انتقلت إلى محل البلاغ بقيادة اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع إطفاء الغربي أوضح المصدر أن حرقا شب بمخلفات داخل شرفة شقة بالطابق السادس نتيجة ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجية وامتدت النيران إلى ثلاث أشجار داخل سور حديقة الحيوان. أكد المصدر أن سرعة الانتقال حالت دون تفاقم الحريق، وتمام الإخماد دون وقوع خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد.